ازيكم؟ كتير من الناس بيكونوا حابين يغيروا شبكتهم لMTN بس ما قادرين لأنه ما عايزين يفقدوا أرقامهم. هقول لكم عن خدمة جديدة بتسمح لأي زول إنه ينضم لشبكة MTN من غير ما يغير رقمه، وأنا عملت كده. عايزين تعرفوا كيف؟ مشيت لأقرب مركز خدمات مشتركي MTN، طلبوا مني إثبات شخصية وملأت استمارة طلب التحويل، وفي نفس اللحظة استلمت الشريحة الجديدة بنفس رقمي. بعد أقل من 48 ساعة اتفعلت الشريحة وقدرت أستمتع بكل عروضها وخدماتها المميزة. أنتوا كمان لو حابين تنضموا لعائلة MTN من غير ما تفقدوا أرقامكم الحالية وتستمتعوا بأفضل تعرفة للمكالمات والإنترنت في السودان، بكل بساطة انضموا لعائلة MTN بنفس أرقامكم الحالية في خدمة حبابك برقمك. حبابك برقمك في عائلة MTN. قم بزيارة أقرب مركز خدمات مشتركين وحول رقمك الحالي إلى شبكة MTN. MTN معك في كل مكان.